طلابي الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقي ولقاء جديد في مساق مبادئ المحاسبة المالية أو محاسبة مالية 2. إن شاء الله اليوم هنتناول حل تمارين للوحدة الثانية اللي هي بعنوان جرد الحسابات الوهمية أو الإيرادات والمصروفات. طبعا هنتناول حل التمارين العملية. طبعا احنا عندنا ما يقارب 6 تمارين. احنا هنحل اليوم ان شاء الله 4 تمارين، اول 4 تمارين، ويظل التمارين الاخرين ان شاء الله هيكونوا عندنا assignment. طيب نيجي للتمرين الاول. التمرين الاول بيحكي لي ظهر رصيد مصروف رواتب الموظفين بميزان المراجعة لمحلات النخيل في نهاية شهر ديسمبر 2005 بمبلغ 7200 دينار، علما بأن عدد الموظفين 5 والراتب السنوي لكل منهم يبلغ 1200 دينار سنويا. المطلوب إجراء قيود التسوية اللازمة، تصوير الحسابات اللازمة، وبيان أثر ذلك على الميزانية العمومية. طيب لو احنا أجينا تمام وطلعنا عندنا السؤال، ايش بحكي لنا؟ بحكي لنا ظهر رصيد مصروف الرواتب الموظفين بميزان المراجعة في نهاية الشهر 7200. الحساب او الرقم او الرصيد الذي يظهر بميزان المراجعة هو الرصيد المدفوع فعليا او المقبوض فعليا، تمام؟ هذا مبلغ بيكون فعليا تم تحصيله او تم دفعه، تمام؟ اذا المبلغ أو مصروف الرواتب المدفوع فعليا كان 7200 دينار. طيب قال لي أما رواتب الموظفين التي تخص الفترة قديش؟ قال لي في عندك 5 موظفين الراتب السنوي لكل واحد منهم 1200، معناها إن الراتب اللي بخص الفترة أو مصروف الرواتب التي تخص الفترة أو الرواتب السنوية هي عبارة عن 1200 دينار ضرب 5 موظفين بيطلع 6000 دينار. طيب هو بيحكي لي انا فعليا دفعت 7200، واللي فعليا المفروض اللي يخص الفتره اللي انا المفروض ادفعه الستاندر اللي المفروض امشي عليه ان انا ادفع بس 6000 دينار، اذا في 1200 دينار فرق انا دافعه زياده، اذا هو مصروف مدفوع مقدما. طب ليش مصروف مدفوع مقدم؟ انه هذا المصروف انا هذا مال الي انا دفعته، تمام؟ ما بخصش الفتره الحاليه، تمام؟ دافعه زياده، هو بخص فتره قادمة. طيب المطلوب يا سيدي، قال لي أول حاجة بدي قيود التسوية. قيد التسوية طبعا متفقين، اتفقنا إن احنا قيد التسوية نعمله بالفرق اللي هو 1200 دينار. طب إيش القيد بده يكون؟ أول حاجة أنا بطلع الفرق إلي ولا علي؟ إذا إلي معناه الفرق بده يجي في الطرف المدين. اه والله انا دافع 7200 وانا المفروض ادفع 6000، معناها انا دافع 1200 زياده، هدول مصاري المفروض الي اساسا ترجع لي. اذا ما دام الي اذا طرف القيد المدين، واذا كانت الحاله مصروف ما دام الي ومصروف يبقى مصروف مدفوع مقدما. ما دام الي والحاله اللي عندي حاله مصروف اذا مصروف مدفوع مقدما. اذا هسجل قيد من حساب مصروف رواتب مدفوعه مقدما ب 1200 الى حساب ايش؟ الى حساب الاصل نفسه اللي هو الحساب الاصلي اللي هو حساب مصروف الرواتب. اذا سجلت قيد تسوية بالفرق بقيمة 1200 من حساب مصروف رواتب مدفوعة مقدما الى حساب مصروف الرواتب. طيب ومن ثم بعمل قيد اقفال. قال لي استنى، قيد الاقفال بره الموضوع كله، قيد الاقفال في جميع الاحوال هو قيد يسجل بما يخص الفترة اللي هو قديش؟ 6000 دينار، اللي هي عبارة عن 1200 دينار ضرب 5 موظفين 6000 دينار، هذا الستاندر اللي انا المفروض ادفعه، وهذا اللي على اساسه بقفل السنه الماليه عندي في مصروف الرواتب. طب المصروف مدين لما اقفله بخليه ايش؟ دائن، وبيجي مكانه في الطرف المدين حساب ارباح وخسائر بقيمه 6000 بما يخص الفتره. طيب عندي تصوير الحسابات، عندي حساب الرواتب
كان عندي رصيد سابق 7200، طبعا رصيد مدين لان الرواد مدينه، فبالتالي ظهر في طرف تحت منه لانه رصيد مدين. واجينا رحلنا القيود، القيد الاول كان من حساب مصروف رواتب مدفوعه مقدما ب 1200 الى حساب مصروف الرواتب، هي الى حساب مصروف الرواتب شايفينها له، الى حساب مصروف الرواتب معناها. طيب بيجي تحتها من حساب رواتب مدفوعه مقدما 1200، واقفل الحساب بقيمه 600 اللي هو قيد الاقفال هيو شايفينه، تمام، الى حساب مصروف الرواتب سكرنا 7000، اذا حساب الرواتب حساب مقفل. اما الرواتب مدفوعه مقدما فمن حساب مصروف رواتب مدفوعه مقدما الى حساب مصروف الرواتب ب 1200، فبيضل عندي رصيد مرحل مدين ب 1200. هذا هيظهر وين؟ في الميزانيه العموميه شايفين وين ظهر؟ هي في طرف الاصول تحت ارصده مدينه اخرى 1200 مصروف رواتب مدفوعه مقدما. واما حساب مصروف الرواتب اللي تم اقفاله فبيظهر رصيده في حساب الارباح والخسائر في الجانب المدين ب 6000 دينار. طيب هيك بنكون انهينا حل التمرين الاول. نيجي للتمرين الثاني. التمرين الثاني بحكي لي قامت محلات عبد الناصر بدفع ايجار محلاتها بمبلغ 4000 دينار بشيك في تاريخ 1/1/2008. فإذا علمت نهاية العام أن الإيجار الشهري للمحلات هو 400 دينار فقط، المطلوب إجراء قيود اليومية والتسوية اللازمة، تصوير حساب الأستاذ اللازمة، حسابات الأستاذ العامة يعني اللازمة، وبيان أثر ذلك على الحسابات الختامية اللي هي زي أرباح وخسائر، ميزانية عمومية إلى آخره. طيب نيجي لحل السؤال. أي حل السؤال عندي؟ أول حاجة قال لي اعمل لي قيود اليومية، تمام، اللي تسجل فيه دفع إيجار المحل. قلت له دفع 4000 بشيك في 1/1/2008 من حساب مصروف إيجار المحلات إلى حساب البنك بقيمة 4000 دينار. طيب اجى بعديها قال لي طب اذا علمت انه الايجار الشهري 400 دينار، تمام، هو دفع 4000 لكن فعليا الايجار الشهري 400 دينار، اذا الايجار المدفوع فعليا 4000. طب ما يخص الفتره الستاندر 400 ضرب 12 4800، معناها الفرق ايش؟ الفرق 800 دينار. انا دفعت 4000 ومفروض ان انا ادفع ايجار السنه كلها قديش؟ 4800. إذا أنا لسه ضايل علي مستحق 800 دينار. طب كيف هعالج الموضوع؟ هعمل له قيد تسوية بالفرق. أجيت أعمل قيد التسوية وقفت. طب أنا الفرق قيد التسوية متفقين، قيد التسوية بالفرق اللي هو 800 دينار. باجي أول حاجة بتطلع، طب الفرق هذا إلي ولا عليا؟ والله لسه انا المفروض ادفع، المفروض اني ادفع، يعني عليا لسه مبلغ مستحق. اذا ما دام عليا يبقى هيجي القيد في الطرف، قيد التسويه هيجي عند المصروف هنا في الطرف الدائن، وبما انه مصروف يبقى مستحق الدفع الى حساب مصروف ايجار المحلات مستحق الدفع بقيمه 800 من حساب مصروف ايجار المحلات 800 دينار. وضحت؟ تمام. طب قيد الاقفال، قلت له قيد الاقفال بره الموضوع كله، قيد الاقفال بقول لك قديش اللي بخص السنه الستاندر، الشغل الستاندر انا بسكر. قلت له والله هم 400 دينار في الشهر في 12 شهر 4800، قال لي خلص اقفل مصروف مدين، لما اقفل ايش بخليه؟ قلت له دائن، اي الى حساب مصروف ايجار المحلات ب 4800 من حساب ارباح وخسائر. طيب عندي تصوير الحسابات زي ما اخذنا برضو زي التمرين السابق، هيو هي القيود، حساب مصروف ايجار لما دفع في 1/1 من حساب مصروف ايجار الى حساب البنك،
ولما عمل قيد التسوية من حساب مصروف إيجار إلى حساب مصروف إيجار مستحق الدفع 800، وأجا قيد الإقفال إلى حساب مصروف إيجار من حساب أرباح وخسائر. إذن هي قيد أو هي حساب مقفل صفر. أما مستحق الدفع فظهر إلى حساب مصروف إيجار مستحق الدفع من حساب مصروف الإيجار بقيمة 800، وبتظهر في الميزانية العمومية تحت أرصدة دائنة أخرى إيجار محلات مستحق الدفع 800. أما حساب مصروف الإيجار ففي حساب أرباح وخسائر بيكون ضمن الجانب المدين اللي هي المصروفات. نيجي بعديها لتمرين رقم 3. بيحكي لي تمرين رقم 3 بتاريخ 31/12/2007 ظهرت الأرصدة التالية بميزان مراجعة شركة المزرعة للدواجن. عندها الشركة حصلت إيراد تأجير مزارع 25,000 دينار وإيراد أسهم 18,000 دينار. وقد تبين لك بنهاية العام ما يلي، لاحظوا كيف الصيغة الجديدة اللي ظهرت عندي، أنه ضمن إيراد تأجير المزارع مبلغ 1,000 دينار يخص العام القادم. تمام؟ أنه يوجد مبلغ 600 دينار إيراد أسهم لم تحصل بعد تخص العام الحالي. هان اشتغل معك عكس المثالين أو التمرينين السابقات، جاب لك إياهم جاهزات، ما قالكش والله المصروف السنوي والإيجار السنوي والإيجار الشهري والكلام هذا كله، لا جاب لك إياها صافية. إيش قال لك؟ قال لك أنت عندك 25,000 فعليا قبضتهم إيراد تأجير مزارع. طب إذا عرفت إنه في من ضمن ال 25,000 للسنة الجاية، يعني كأنه بقول لك إيجار السنة هذه قديش إيراد تأجير السنة الحالية؟ هقول له 25 ناقص 1000 24. طيب اما ايراد الاسهم قال لي في 600 دينار لم تحصل بعد تخص العام الحالي، يعني انت قبضت 18,000 ولسه كمان في لك 600 تخص العام الحالي، معناها انه الايراد السنوي تبع السنه الحاليه مفروض يكون قديش؟ 18 و600. المطلوب اجراء قيود تسويه، تصوير بيان حسابات الأستاذ، وبيان الأثر على الحسابات الختامية. أول حاجة قال لي الإيراد، هي نجي لإيراد تأجير المزارع، قال لي خمسة فعليا هو حصل أو قبض 25,000، قال لي منهم 1000 تخص السنة القادمة، إذن هو إيراد مقبوض مقدما، انا واخده زيادة عن حقي، يعني هذا لو الراجل بده يتبطل او ايش هيقول لي هات الزيادة اللي انت اخذتها مني، اذا هو التزام عليا، هو لسه ايش عليا. طيب ما يخص العام 25,000 ناقص ال1000 الزيادة اللي اخذها، يعني فعليا ستاندر هو قديش عليه المفروض يقبض ايراد، بس كان يحصل 24,000 ايراد تأجير مزارع، هذا الايراد السنوي. طب ايش قيد التسوية؟ قال لي قيد التسوية بالفرق زي ما احنا متفقين. شوف أول شيء إيراد تأجير مزارع، احنا اتفقنا الألف الفرق هذه إلي ولا عليا؟ قلت له والله عليا، هذا مش حقي لسه، ما دام عليا يعني بده يظهر في الطرف الدائن. طيب في المصروف قلنا في الطرف الدائن لما يكون عليا بيكون مصروف مستحق الدفع. طب في حالة الإيراد في الجانب الدائن بيكون إيراد مقبوض مقدما، إشي أنا قبضته مش دوره مش وقته لسه. تمام؟ فإلى حساب إيراد تأجير مزارع مقبوض مقدما هيجي في طرف المدين من حساب إيراد تأجير المزارع بالفرق اللي هو قديش؟ 1000. أما قيد الإقفال فقلنا قيد الإقفال على الحياد يقفل بما يخص العام الإيراد دائن، لما أقفله بخليه مدين من حساب إيراد تأجير المزارع ب 24,000 إلى حساب أرباح وخسائر. طيب نيجي إلى إيراد الأسهم. إيراد الأسهم قال لي الإيراد المقبوض فعليا 18,000،
قال لي وهناك أيضا 600 تخص العام الحالي لم تحصل بعد. يعني هذا إيش؟ قال لي يعني فعليا اللي بخص السنة كلها 18600، أنت قبضت 18 وضايل لك 600. الـ600 هذه إيش بنسميها؟ إلي ولا عليا؟ أول شيء إلي، ما دام إلي وإيراد إذا هو إيراد مستحق القبض، بيظهر قيد التسوية زي ما احنا شايفين في الطرف المدين، تمام، من حساب إيراد أسهم مستحق القبض لأنه إلي الـ600، فبتظهر في الطرف المدين إلى حساب إيراد أسهم، وفي نهاية العام بقفل بما يخص العام اللي هي 18600، مجموع الإيراد المقبوض فعليا مع الإيراد الذي لم يحصل بعد، تمام. الإيراد دائن بخليه مدين، فبيكون قيد الإقفال من حساب إيراد أسهم إلى حساب أرباح وخسائر. أما بالنسبة للتصوير فطبعا إيش، مش جديد علينا زي ما عملنا في الأمثلة السابقة، تمام. التمارين السابقة زي ما احنا شايفين هاي إيراد تأجير مزارع من حساب إيراد تأجير مزارع إلى حساب إيراد تأجير مزارع مقبوض مقدما 1000، وفي عندك الرصيد سابق دائن لأنه إيراد، والإيراد دائن يظهر الرصيد السابق في الجانب الدائن 25000، ضل 24000 اللي هم رحلوا إلى حساب أرباح وخسائر اللي احنا عملنا فيهم قيد الإقفال من حساب إيراد تأجير مزارع إلى حساب أرباح وخسائر ب 24000، وبيظهر عندي زي ما انتم شايفين هي، تمام، هي ظهر عندي هان شايفين في جانب الدائن 24000 لأنه القيد من حساب أرباح وخسائر إيراد تأجير مزارع إلى حساب أرباح وخسائر قيد الإقفال. ارجعوا له وطلعوا فيه قيد الإقفال، شايفين هيو من حساب إيراد تأجير مزارع إلى حساب أرباح وخسائر، فظهر عندي زي ما انتم شايفين هي من حساب إيراد تأجير مزارع إلى حساب أرباح وخسائر، وهان إلى حساب أرباح وخسائر من حساب إيراد تأجير المزارع. أما وهي بالنسبة لإيراد تأجير مزارع مقبوض مقدما في 1000، شايفين القيد هي من حساب إيراد تأجير مزارع إلى حساب كذا، هي الـ1000 رصيد دائن مرحل، هنشوفه ظاهر في الميزانية العمومية، شايفينه هيو تحت الأرصدة الدائنة كالتزام لأنه إيراد مقبوض مقدما قبل وقت استحقاقه تم تحصيله. طيب أما إيراد الأسهم فكان عندي رصيد 18000 اللي انقبض فعليا، وفي عملنا قيد تسوية ب 600 من حساب إيراد أسهم مستحق القابض إلى حساب إيراد أسهم 600، صار عندي الرصيد 18600 أقفلناه في حساب الأرباح والخسائر، هي قيد الإقفال تبعه شايفين هيو هيو شايفينه، تمام. فإيش سوينا؟ هيو أقفلناه من حساب إيراد أسهم إلى حساب أرباح وخسائر 18600، وهيو ظهر إلى حساب أرباح وخسائر من حساب إيراد الأسهم، هي المستحق القبض رصيد مدين مرحل، تمام، وظهر ضمن الميزانية العمومية في تحت أرصدة مدينة أخرى 600 إيراد أسهم مستحق القبض. طيب نيجي لمثال رقم 4، قال لي في تاريخ 31/12/2008 ظهرت الأرصدة التالية بميزان مراجعة شركة الاستثمارات المالية، عندي إيراد صناديق مؤجرة 25000، عندي إيراد أرباح أوراق مالية 12500، وفوائد دائنة 8500. وقد تبين بنهاية العام ما يلي: أن إيراد الصناديق المؤجرة يحتوي على 3000 تخص العام القادم، أن أرباح الأوراق المالية التي تخص العام الحالي تبلغ 15000 دينار، أن الفوائد الدائنة تحتوي على مبلغ 1500 دينار حصلت بالزيادة عما يخص العام الحالي. المطلوب إجراء قيود التسوية اللازمة بتاريخ 31/12/2008، تصوير حسابات الأستاذ اللازمة بتاريخ 31/12/2008، وبيان الأثر. طبعا نفس التمارين السابقة، أنا هكتفي بعمل قيود التسوية، تمام. نشوف نمسك واحد واحد. قال لي
أول حاجة بالنسبة لإيراد إيراد صناديق مؤجرة، قال لي فعليا هو قديش قبض؟ هي حسب ما هو أظهر ميزان المراجعة، ما هو الرصيد اللي في ميزان المراجعة هذا الرصيد الفعلي، قبض أو دفع. إيراد قبض، مصروف دفع. قال لي إيراد قبض 25,000 فعليا، وقال لي إنه الإيراد يحتوي على 3,000 تخص العام القادم. إذا المقبوض فعليا 25,000، قال لي 3,000 منهم تخص العام القادم، يعني إيش؟ مقبوض مقدما. إذا ما يخص الفترة الحالية قديش؟ 25 ناقص 3,000 بضل عندي 22,000 دينار، هو فعليا الإيراد السنوي اللي بخص السنة أو الفترة الحالية اللي هو فيها. طب إيش قيد التسوية؟ قلت له تعال قيد التسوية بالفرق. هو اداني الفرق جاهز، قال لي في 3,000 تخص العام القادم صريح. طب 3,000 تخص العام القادم، هاي 3,000، اذا قيد الفرق ايش من حساب؟ طب ال 3,000 الي ولا عليا؟ قلت له لا والله عليا، انا واخده بزياده، اذا هيجي الفرق عندي قيد التسويه او حساب التسويه هيكون في الطرف الدائن. طب ايراد عليا في الطرف الدائن، اذا هو ايراد مقبوض مقدما. إذا من حساب إيراد صناديق مؤجرة إلى حساب إيراد صناديق مؤجرة مقبوض مقدما 3,000. 3,000. طب قيد الإقفال، قال لي قيد الإقفال يا سيد العزيز بقيمة ما يخص الفترة 22,000. من وين أجت 22,000؟ قلت له والله هو أخذ فعليا قبض 25، وقال لي في 3,000 تخص العام القادم، معناها العام الحالي بس له قديش؟ 22. الإيراد دائن لما أقفله بخليه مدين إلى حساب أرباح وخسائر بقيمة 22,000. طيب نيجي للحالة الثانية اللي هو أرباح أوراق مالية. قال لي أرباح أوراق مالية، قال لي هو قبض فعليا حسب ميزان المراجعة 12,500. قال لي فإذا علمت إنه الأرباح اللي بتخص الفترة 15,000، معناها انه في ضايل قديش؟ 2500. واحد بيقول لك انت قديش اخذت؟ بتقول له والله انا قبضت 12 ونص. بقول لك بس انت حقك 15، معناها انا ضايل لي قديش؟ 2500 ايراد مستحق القبض الي. ما دام الي هيظهر قيد التسويه بالفرق اللي هي 2500 في الطرف المدين من حساب ارباح اوراق ماليه مستحق القبض الى حساب اوراق او ارباح اوراق ماليه، الف دوت ميم معناها اوراق ماليه اختصار. وقيد الإقفال بما يخص الفترة اللي هو 15,000 الأرباح دائنة بخليها مدينة وإلى حساب أرباح وخسائر. أما بالنسبة للحالة الثالثة الفوائد الدائنة، قال لي أنت قبضت فعليا 8,500، قال لي هناك مبلغ 1,500 يخص العام القادم، إذا أنت واخد مقدما 1,500، معناها ما يخص الفترة 8,500 ناقص المقدما 1,500 7,000. طب انا واخد مقدما، معناها هذا علي، اذا هيظهر في الطرف الدائن ايراد فوائد دائنه مقبوضه مقدما من حساب ايراد فوائد دائنه 1500. 1500 الايراد دائن لما اقفله بخليه مدين، الاقفال بما يخص الفتره اللي هو 7,000 من حساب ايراد فوائد دائنه الى حساب ارباح وخسائر. هيك بنكون انهينا شرح التمارين الاربعه، بضل الخامس والسادس عندكم assignment ان شاء الله هنزلهم حاليا. يعطيكم ألف عافية.